شوف، هو المباراة النهائية خاصة في مباراة الإياب كيكون الضغط على الفريقين معا، لأن كنعرفوا مباراة نهائية، مباراة اللي غتجمع بين فريقين اللي عندهم قيمة كبيرة على الساحة الكروية الإفريقية، وبالتالي كنعتقد فريق الوداد فهو عندهم الإمكانيات ما يكفي باش يحقق نتيجة إيجابية من قلب رادس، ولكن خاص يكون التعامل مع المباراة تعامل جد إيجابي، تعامل يكون منطقي، ما ينساقوش وراء الاستفزازات اللي غتكون في المباراة، لأن كنعرفوا اللاعبين ديال فريق الترجي التونسي فعندهم تجربة كبيرة خاصة في مثل هذه المناسبات. إذا الجميع كل الحدود وفيرة للفريق الوداد باش يحقق نتيجة إيجابية من هنا من قلب رادس، وخا الأخت التونسية ما غاديش تقبل هذه الهضرة هذه، ولكن فريق الوداد عنده جميع المقومات جميع الإمكانيات باش يحقق نتيجة إيجابية. بالنسبة للمقابلة اليوم غد إن شاء الله الرحمن الرحيم، كنشوفوا أن الضغط يعني موجه للفريق الترجي التونسي من بعد ما الأجواء يعني اللي عشناها هنا في تونس، كنشوفوا أن الجماهير يعني الجماهير ديال الفريق متخوفة من بين التخوف ديالهم فريق الوداد. إلا كانت يعني الوداد غادي تلعب بالنيفو اللي تلعب في الدوزيام ميطون في الماتش ديال الآلي، غادي نشوفوا الوداد بأنها غادي تسمع على مقابلة كبيرة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يؤدي مستوى جيد. كنظن بأن فريق الوداد له من تجربة، له من لاعبين ومن مؤهلات باش ينتعز هذا الكأس من قلب تونس كما فعلتها الرجاء قبل 20 سنة في 1999 حينما فريق رجاء جاب الكأس من ملعب المنزه. فكنظن بأن لا نصير ولا قادرين ولا مجموعة من هاد اللاعبين اللي كانوا في نهائي 2017 عندهم من تجربة باش يديروا لا ديفيرونس باش يجيبوا هاد الكأس. لاحظنا في مباراة الذهاب في ملعب مولاي عبد الله بأن الوداد لعب 10 لاعبين وقدر يماركي وقدر يدير لا ديفيرونس لولا الحكم غريشا اللي كان بدون مستوى وحرم الوداد من هدف ثاني، لولا فريق الوداد البيضاوي انتصر بثلاثة أهداف ولا حسبناها ضربة جزاء لواضحة وضوح الشمس. فكنظن بأن فريق الوداد اليوم غيقول الكلمة ديالو يوم غد، والكأس غتكون مغربية، وإن شاء الله غنشوفوا فريق الوداد في السوبر كوب أمام نادي الزمالك المصري. وتحية جماهير الودادية اللي كانت رائعة يوم أمس واستقبلوا فريق الوداد البيضاوي في مطار محمد الخامس، وهذا الشيء ماشي غريب على جماهير فريق الوداد. لاحظنا أيضا حروبات بين الإعلام التونسي والإعلام المغربي، ولكن الإعلام المغربي ديما كيبين على القوة ديالو وديما تيكون في الموعد، وغدا إن شاء الله كما ذكرت قبل قليل الكأس الودادية.